الروح بيد العقل أم العقل بيد الروح؟ لا يكون المحدث مسيطرا على ما سبق، لذلك العقل في يد الروح، ولكن العقل هو المنوب من حضرة الله في الدنيا بأن يفتح الباب للروح كي تتصل بهذا العالم، وإلا يجن صاحب تلك الروح. وكي يقدر العقل على ذلك لابد أن يصبح عقلا مروحنا، وكي تستطيع الروح أن تتجلى عليها أن تكون روحا معقلنا. وبين عقلنة الروح وروحنة العقل علم كبير جدا، لذلك من نطق بالأرواح وقد هامت عقولهم قالوا كلاما لا تتقبله العقول، ومن حجبوا الأرواح بالعقول جمدوا وحجروا. والعلوم اللادونية والمعارف الروحانية هذه المعارف نفحات ربانية لها قارئ في العقل، عقل باطن، عقل تحت الباطن، عقل فوق الباطن، المهم أن لها عقول في ذات الإنسان، حتى الروح لها عقلها، الروح عاقلة تعقل، ولكن تعقل من باب إدراك يتجاوز عقلنة العقل في أنه عقال يقيد النمط في الدنيا، أي في عقلنة العقل للحياة لا بد أن تسقط الثمرة من الشجرة إلى أدنى، فإذا سقطت إلى أعلى هلع العقل المادي وخاف وأنكر ذلك وعده سحرا. أما في عقل الروح تسقط إلى أدنى إلى أعلى يمينا يسارا، تنزل ثمرة تتحول إلى شجرة أخرى تتحول إلى الطائر، الروح لا تبالي بشيء من ذلك، لا تستعجب. Thank you.